ولا آخر مساحاتنا حنروح فيها لهيك موضوع كتير مهم، وهو خلينا نقول عام عند كل الأشخاص تقريبا، يعني إذا ما بدنا نقول نسبي هو ما بدنا نقول عام هو نسبي، ولكن بجوز اليوم هيك ضيفتنا حتأكد إنه هو عام، ولكن بشكل نسبي درجاته عند الأشخاص التعلق. قد ايه اليوم نحن عندنا هاي العاطفه تجاه اشخاص، تجاه اماكن قديمه عشنا فيها، يعني قد ما كان في سنوات بعد عنا، ولكن بيبقى هذا الحنين لهذا المكان، بيبقى هذا التعلق ضمن هذا المكان. تحسي اذا دخلت هذا المكان انه انت روحك رجعت، او شخص مرق بحياتك وطلع من حياتك، ولكن انت لهلا ولليوم عم بتعيش اثير لهذا الشخص بهذا التعلق. يعني هاي القصه كثير مهمه نفسيا. في اشخاص قدروا يتجاوزوا هاي المرحله وعاشوا حياتهم، في أشخاص للأسف بقيوا أسيرين ضمن هذا النطاق، وهذا الشيء أثر على مستقبلهم وعملهم حالة نفسية. قدي اليوم عنا أشخاص متعلقين فيهم، قديش في أماكن، قدي في ذكريات وصور وتفاصيل. صحيح، أحيانا منعلق حالنا بهدف، يعني نحن منحس أنه إذا هذا الهدف ما تحقق نحن ما رح نكون مناح، ما رح يصير معنا الشيء اللي بدنا، يعني منعلق هدف على وسيلة، وهذا الشيء كثير بنوجه كل حياتنا بهذا الهدف. إذا ما زبط هذا الهدف معناته، أو أحيانا بعمل، يعني أنا صحيح. إذا تركت هذا العمل أو ما حصلت على هذا العمل يمكن أنا تنتهي حياتي هون. وأحيانا مثل ما ذكرتي بأشياء أو بأشخاص، أحيانا بمنزل صحيح، يعني ممكن انه ما نقدر خصوصا نستنى. يعني منزل الاهل، هلا هي القصه بيقولوا يبقى الحنين لاول البيت الاولي، ولكن في تعلق بدرجات مرضيه، يعني صحيح. عرفتي كيف؟ يعني بيبقى في شيء عادي، في شيء مرضي، في شيء طبيعي. وبالفطره نحن بالفطره ما عندنا شيء اسمه تعلق، يعني هذا الشيء اكيد حتخبرنا عنه ضيفتنا لليوم، وهي لوجين كباب، باحثه ومعالجه في علوم الطاقه. يسعد صباحك. كيفك؟ بخير يا رب. اهلا وسهلا فيك. صباحك واهلا وسهلا فيكي. طبعا مثل ما عم نحكي، موضوع التعلق هو موضوع كثير يعني صعب انه نتعلق بشيء، وكثير اشخاص بيروحوا وراء هي الاشياء. خلينا بدايه نعرف شو هو التعلق. هلا هو التعلق هو شعور مبالغ فيه تجاه اشخاص مهمين حوالينا. والتعلق شيء كثير سيء، لانه نحن بس نتعلق بالشيء هذا قانون بيروح. يعني نحن كل ما تعلقنا بالشغلات، يعني ان كان اشخاص ولا اماكن، هذا الشيء هو قانون كوني بيروح. ما يعني كثير لازم ننتبه انه نحن ما يكون ما نتعلق بشيء. دائما بيقولوا لك في التخلي التجلي. هي نقطة بين الكلمتين، يعني تماما. بس عن جد اذا الواحد جرب ما يتعلق حتى هو، يعني بيكون اريح، يعني بحس حاله اريح حر. تمام. طيب احنا لوجين اليوم احنا قادرين ما نتعلق، يعني هاي الكلمه انه جربوا ما تتعلقوا، يعني هاي القصه لو بحكم العقل هون العاطفه عم تغلبك اكثر، يعني عم بيغيب العقل ببعض النواحي خلينا نقول، او مع بعض الاشخاص، مع بعض الاماكن. يعني نحن اليوم ما قادرين، يعني ما قادرين. فخلينا نحكي اليوم شو هي الاسباب اليوم بتخلي هذا الشخص انه انا متعلقه كثير بشخص ثاني، متعلقه كثير بانسان، بمكان، بصور، بذكريات، بماضي. يعني حضرتك انت سالتي وجاوبتي. قلتي انه العقل. لا، ما نحن عندنا، انا رد على كلمتك، قلتي لي خلينا نجرب. خلينا نجرب، لو قادرين نجرب ما وصلنا لهي المرحله. تماما. يعني حضرتك لحالك قلتي انه العقل تبعنا، العقل تبعنا فينا نحن نتحكم فيه، لانه نحن نحكي معه، نحن نعرف نحن كيف بدنا نعيش بالحياه. نحن ما بدنا نعيش سعيدين، هي الحياه فرصه مره واحده. لهيك نحن لازم يكون عندنا القدره والقوه انه نحن نحكي مع دماغنا، انه نحن اذا تعلقنا بشخص حيصير معنا طاقات سلبيه، ما حنكون نحن مرتاحين. بولادنا، يعني انتم بتعرفوا انه اكثر تعلق هو ضار للاطفال، انه الام تتعلق بولادها، بتبعث لهم مثل ما بتكون عندهم تطور بس يكبروا، بتحسي ما عندهم هذا التطور والادراك، لانه ليه هي عندها دائما طاقه الخوف عم ترسل لهم اياهم. ونحن كمان حتى وقت بنتعلق بمكان او باشياء بنخسرها، هذا قانون. يعني مشان هيك دائما نحن بنحاول ما نتعلق.
هلا فينا نشمل التعلق على كل الاشخاص؟ يعني دائما ممكن يكون في اشخاص ما عندها هي الحاله، او كل الاشخاص فينا نشمل، ما في شخص ما عنده هي حاله التعلق؟ هلا في نسب اكيد باي شيء بالحياه في نسب، بس نحن نركز انه نحن ما يعني ما نتعلق، يعني نحاكي دماغنا انه نحن ما نتعلق بهذا الشيء، لانه هو ما رح يخلينا بوعي وادراك عالي، رح يحد حيحد من التوسع تبعنا، لهيك لازم ننتبه لهي القصة. بتحسي هون بحالات التعلق الشديد العقل بيتغيب، يعني بصير طاقاتك، تفكيرك، عاطفتك، كل شيء سلبي والإيجابي متجه بهذا المنحى، إن كان أشخاص، إن كان أماكن، إن كان صور قديمة، ذكريات مؤلمة، أحيانا الذكريات القديمة بتمنعك إنك تتطوري بالحياة. يعني طب اليوم كونه حكينا إنه التعلق هو موجود عند كل الناس ولكن بدرجات، اليوم كيف نحن قادرين نميز إذا نحن عن جد بحالة مرضية من التعلق؟ هل اليوم في أسئلة نحن بنوجهها حالنا لنقدر نحدد انه نحن حالتنا مرضيه او هي عاديه عاطفيه ممكن تمرق؟ هلا نحن دائما نسال الخالق، نسال الله اذا عندنا تعلق انه كيف ممكن انا اتخلص من التعلق. هذا الشيء كثير بيقوم بيلاقي الجواب، ممكن حدا بيقلنا الجواب، بيجينا احساس، بيجينا حدا بيقلنا. نحن لازم نشوف حالنا انه نحكي، نشوفنا نحن لاي درجه نحن متعلقين بالشيء، ودائما نفكر انه نحن اذا تعلقنا بهذا الشيء رح نخسره. هيك نحن كيف نحن بنحدد قد ايه نحن متعلقين؟ بنحدد قد ايه متعلقين، يعني نحن انه بنحس حياتنا انه خلص رح رح نموت او رح تضيع حياتنا، ضياع الدنيا، حاله الضياع، هي حاله الضياع اللي بيعيشها الانسان، يعني مشكله انه عيش حاله ضياع اذا الشخص ما تواجد او هذا الشيء ما كان موجود. ولا وفي شغله كثير مهمه انه نحن وقت بنتعلق بشيء بفكره خاصة انه بنضل نفكر فيها ونحن متعلقين لانه هي تحصل، نحن عم نمنع الجذب عنا. الجذب عكس التعلق. مشان هيك وقت بتعرفوا انتوا انه بطلوا تتعلقوا انتوا بتقدروا تحصلوا على الشيء اللي بدكم اياه، رح تبطلوا متعلقين. طيب هذا مو قانون سلبي بعلم الطاقه؟ نحن يعني دائما بنسمع خبراء الطاقه بيقولوا انه وجه طاقاتك نحو الانسان الصح او الوظيفه الصح او المكان الصح، هذه الطاقه حترجع لك صوت وصدى بالنهايه. فانت اليوم عم تقولوا بعده بموضوع التعلق، تعلق تمام، لانه نحن بس كثير نتعلق بالموضوع ما راح يصير، يعني مثل نحن عندنا نقص في شيء نقص ما بيجي، ما بتجي الطاقه، لازم نحن نكون مليئين ليجي الجذب تبعنا اللي نحن بدنا اياه، يعني يكون ترددنا عالي على نفس التردد لنقدر نستقطب نفس الشيء، يعني نفس الشيء اللي نحن طالبينه. حضرتك ذكرتي انه التعلق اصعب انواع التعلق هي تعلق الام باولادها، وممكن ينتج عن هذا الشيء كثير سلبيات. هي بالفطره الام بتخاف دائما على اولادها وبتتعلق فيهم، بس هي هيك بهي الحاله مثل ما ذكرتي انت، كيف بدها تتعامل او تحس حالها انه ممكن في امهات يكونوا متعلقين باولادهم اكثر من امهات، ممكن هي تكون فاقده شيء، هذا سبب خوفها مثلا الكبير على اولادها؟ هو سبب الخوف أو يعني البيئة. هي ذبذبات الخوف اللي هي عم ترسل لهم اياها عم بتحد من قدراتهم ومن الوعي تبعهم، بالعكس يعني تقول لهم انتم محاطين بنور يعني وتعمل تسليم لله. يعني ما لازم انه هي ترسل هدول الارساليات الخوف وبتخاف عليهم، بتعرف انه هذا الخوف رح ما رح يطلعوا ناجحين بالمستقبل، حتقيد احلامهم طموحاتهم، حتى بيوصلوا لمرحله دلول الماما، يعني هو هي الكلمه تهمه لإله، ولكن هو له منشا نفسي بالصغر، يعني لانه هو اكثر اتصال هو الام والولد، صحيح، مشان هيك الارساليات اللي هي بترسل له اياهم كثير بيأثر على حتى احيانا الطفل. ممكن الام انها تخاف او تتعلق نتيجه البيئه المحيطه، يعني انه بتخاف يطلعوا ويفوتوا فبتضل انه لازم يضلوا حواليها. حتى في كثير اهالي انه ما بيخلوا اولادهم انهم يسافروا مثلا بعمر معين لو كبر، انه انا بخاف عليه، انا كيف بده يعيش لحاله هنيك بدوني انا، يعني هي الموضوع كثير بده يتزوج وحدا ياخذه كمان. هو كل انسان عنده رحله روحيه،
ما بيصير حدا يتدخل بالشخص الثاني، نحن بنربي لعمر معين وبعدين بيكون هو خياره. وانا دائما يعني بذكر انه نحن مالنا ما بيصير نحن نحط خيارنا على حدا ثاني، حتى على اطفالنا لعمر معين بيصير هن خيارهم. رب العالمين اللي اعطانا العقل لنحن نختار الخيار. تماما الخيار لنا، لانه كل انسان هو عنده رحله روحيه، ما بصير يتدخل حدا بالرحله الروحيه للشخص الثاني. طيب ست لجان، هيك خلينا نرجع شوي للتاسيس. يعني اليوم وقت اللي بنقول التعلق حاله مرضيه، اليوم الاخصائي النفسي صنف انه اليوم في حاله مرضيه بهي الناحيه عند هذا الطفل او عند هذا الشخص. يعني اليوم ما عم نحكي عن عمر محدد، عم نحكي بشكل عام. بنرجع نحن للمنشأ، بنرجع للبيئه، كيف كان عايش هذا الشخص، شو عنده عقد ناقص اليوم، كيف عم يحاول يعني يعبي هي العاطفه اللي عنده اللي كانت ناقصته بطفولته. هل نفسيا هذا صح، انه كل مريض نفسي بمرض التعلق هو كان عنده نقص عاطفي بالطفوله؟ هلا ممكن اكيد، يعني كل شيء احكام زرعتها الام او البيئه او الاهل زرعوها بهذا الشخص، اكيد رح تترجم هو بس يكبر، رح تترجم هذا الشيء بالقلق والخوف وقصص كثير. مشان هيك نحن كثير ننتبه للعبارات يعني بنرددها لاطفالنا هن وصغار، شو منقول لهم، شو منردد لهم، لحتى ما يطلعوا على الكبر انه بس يكبروا يتاثروا بهدون. يمكن مثل ما قلتي، اذا فقد الامان، كان عايش حالة قلق، انت كنت حابه تحكي على هاي النقطة. القساوي يعني بتخليك اليوم تلجئي لطرف ثاني قدم لك هاي القصة بعدين تخلى، بس انت مصرة تعيشي بهذا الدور لأنه انت عودتي النقص اللي عندك بالنهاية. تمام. ونحن دائما مو بس في اشخاص، يعني شخص واحد هو مساهم، نحن دائما نسال مين الاشخاص المساهمين بحياتنا. يمكن ما يكون مثلا نحن ناخذ التعويض من هذا الشخص، ممكن يكون اكثر من شخص نحن يكونوا اشخاص مساهمين لنا، وهذا الشيء يعني لازم نحن ننتبه له. احيانا كثير اشخاص بيحاولوا يعوضوا فراغ عندهم، يعني مثلا فقد حدا غالي او ما في هو حدا حواليه، بيحاول يتعلق باي شخص بهيك بيمثل له الحنان او الحب. كيف نحن بدنا نميز هذا الشيء؟ احيانا هذا الشخص ممكن يكون مو مثل ما نحن مفكرين، بس نحن بنتعلق فيه. يعني نحن وقت بنقول انه نحن ما في شيء مثل ما بيقولوا مستمر، علاقات مستمرة او اشخاص مستمرين، بس نحن نحكي مع دماغنا بهالطريقة كثير بنرتاح. يعني وانه ما في شيء خالد غير نعود حالنا انه ما في حدا مستمر بحياتنا، ويكون التعلق فقط برب العالمين. طيب خلينا نحكي بموضوع يقال انه التعلق اصعب من الحب، يعني شو رايك بهي المقوله؟ ايه اكيد، يعني وقت انا بتعلق وبصير بعمل ستاره لحالي انه انا ما بقعد بشوف شيء حوالي، يعني انا وقت بتعلق لدرجه ما بقى اشوف شيء حوالي، انا رح اعمل ما بقى اشوف، يعني ما بقى اشوف اي شيء هو بقدر استقبله خارج خير. اطاره يعني تماما كان خير، يعني انا خلص فوكست على هذا الشيء وما بقى شفت اي شيء يمكن يكون في شيء لي خير افضل بمكان ثاني. نعم، بمكان ثاني او بشخص ثاني او باي شيء ثاني. يعني ما لازم دائما اوجه بس قدراتي او تفكيري لشيء معين، انا لازم فكر باكثر من منحه او اكثر من شيء. يعني ما احس حالي انه هذا الشخص موجود، اذا ما انا موجود انا دمرت وما بقى شفت ابدا شيء، لانه انا بالنهايه هي الحياه مره واحده، فرصه. صحيح. يا بدي اعيشها سعيده يا بدي اعيشها تعيسه، ليه لا اختار التعاسه اذا كان السعاده موجوده. بس في ناس كثير بتستصعب انها تطلع من هي الحاله، كثير بتواجه صعوبات. هي ممكن بهيك حالات تلجا مثلا لاختصاصي نفسي او اي شخص ثاني ممكن انه تتوجه له او لا؟ اكيد اختصاصي نفسي، معالج بعلم الطاقه، ممكن هي الشخص يسال دائما لغه السؤال نحن كثير حلوه، اسال تعطى، كيف ممكن انا اتخلص من القلق؟ بيقوم بصيروا بتلاقي بتجيكم اشارات ساين، بس انت بتسالي دائما، نحن نسال ما نجاوب. ممكن نصادف حدا يقلنا يدلنا على شيء نحن نقدر نعمله في من خلال التاملات. انا صراحه كان عندي تعلق بشيء سلبي،
صرت اسال انه انا شلون بدي اتخلى عن هذا التعلق، عم صرت اعمل تاملات، بالتاملات صار الدماغ تبعي تحسي صافي، بتنزل المعلومات تصير مرتبه، بتصيري هيك عندك سلام داخلي وتصالح مع الذات، بس يصير عندك هدوم بتبطلي انه انت صدق الشخص بده يتعب ليصل لهي المرحله للسلام الداخلي. لا دائما بسهوله وفرح، هلا يمكن يمكن اليوم حضرتك لانك خبيره بهذا المجال فانت عندك اليوم تفاصيل واساسات تقدري من خلالها تصلي، ولكن اليوم الناس مو كلها يعني عندها خبره بهذا المجال. طيب نحن اليوم هيك من خلالك خلينا نقول نصائح عامه او توجيه طاقات من السلبي للايجابي، يعني خلينا نعطي هيك ولو حلول بسيطه يعني لاقدر اطلع انا من حاله هي التعلق بغض النظر كان شخص مكان ذكريات تفاصيل قديمة وروح لمستقبل جديد. يعني حضرتك قلتي انه لازم يكون الانسان لازم يكون ايجابي، لانه بس تجربوا تكونوا مرة ايجابيين وتحسوا انه انا قدراني انا استقطب الشيء الايجابي، ليش لروح على الشيء السلبي؟ يعني فكر دائما انه انا ممكن انا اول مره حصلت على الشيء الايجابي وثاني مره بقدر احصل عليه، يعني ما امنع حالي انه انا يلا رح اجرب. بدك تجرب، بدك تكون مؤمن بذاتك، دائما شيء نابع من داخلنا، يعني ما فيه يجي واحد يقول لك طيب انه جرب، بدك تكون انت مقتنع بهذا الشيء تماما ومآمن بهذا الشيء. يمكن تعبئه الوقت، تغيير الاماكن، اكيد بنغير من طاقتنا وقت نحن بنشعر بطاقه. انا عم بحكي بموضوع الطاقه، يعني احنا كيف قادرين هيك بتفاصيل صغيره يعني نضحك على حالنا. تمام، يعني ممكن نحن شعرنا انه بطاقه سلبيه، ممكن نعمل شغلات نحن بنحبها، نغير من طاقتنا، ممكن نتصل بصديقه، ممكن مثلا نروح مشوار، ممكن نمشي بحديقه، يعني كل شخص هو يشوف هو شو بيحب يعمل بشيء ياخذ طاقه، ممكن يقعد بالشمس ونشرب مي حسب هو ما بيحب. المي دائما كثير بتعدل من طاقه الانسان، يمكن كمان يبتعد عن الشيء اللي بحفز الذاكره عنده. تمام. يعني الاماكن، يعني تفادى الاماكن القديمه، الاغنيه اللي ممكن ترجعوا للاغاني مثلا الاغاني السلبيه كثير، ما هي برمجه، ما هي الكلمات هي ذبذبات، ما هي عم تدخل على لعنا على دماغنا عم نتبرمج لحنا، اذا ما كنا زعلانين رح نزعل وقت نسمع اغاني يعني كلماتها سلبيه، يعني بعيد عن الشغلات اللي بتزعجنا. احنا دائما بنروح للقصص انه ممكن تذكرنا ونرجع لها، بتشوفي نسبه كثير كبيره بهي القصص. احنا تعلقنا بالاشخاص مثلا اللي كانوا بحياتنا، هذا الشيء يعني بحد من تطورنا، ونحن بالنهايه نحن يعني اشخاص ما نتطور، ما بنضلنا واقفين بمحلنا، واصلا بيسبب لنا شيء سلبي يعني. وحتى نحن اذا فكرنا وارسلنا طاقات سلبيه نحن اللي حننزعج، الشخص الثاني ما راح يحس بهذا الشيء. وفي شغله نحن كل ما فكرنا بالاشخاص اللي نحن تركناهم، نحن اذا كانوا بدهم يرجعوا لنا ونحن عم نفكر فيهم عم نبثل لهم طاقه، هن شبعوا من هي الطاقه، لهيك ما هن ما راح يرجعوا. ما راح يرجعوا. كيف بيقولوا بعلم الطاقه، اذا خطرتي على بال، اذا حدا خطر على بالك معناته هو ما يفكر مانك شايفتي او مانك سمعاني صوته، يعني ممكن هيك مره تمرق تردد بس يعني اي ممكن مثلا تمرق مره، بس انا اذا فكرت بشخص يعني شخص سابق وارسلت له، اذا كان بده يحاكيني الطاقه تبعي وصلت له اشبع هو هذا الشخص، ما راح يحاكيني. في تكنيك ثاني اكيد انه اذا في هذا التخاطر والتواصل هدول لهم شيء ثاني. اكيد بالمختصر فينا نقول انه نحن ما نعلق حالنا باشياء، الشيء اللي بنحبه دائما ممكن انه نخسره من تماماً. وراء التعلق. تماما. اكيد نشكر اليوم حضورك لوجين ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، نورتي صباحنا. شكرا. ودائما بنقول التعلق